صباح الورد، صباح الياسمين. النهاردة برضو يوم حلو قوي بالنسبة لي. ليه؟ عشان هعمل حاجة حلوة. النهاردة هعمل طارت أناناس. طارت الأناناس ده بينفع بكذا طريقة، بأي نوع فاكهة. بنعمله بالبلح، بنعمله بالتين، بنعمله بالأناناس، بس الأيام دي مفيش لا بلح ولا تين، عشان كده عامله لكم بالأناناس الكومبوت. وتعالوا نشوف هنعمله ازاي، لكن عايزاكم تجربوه بكل أنواع الفاكهة. يلا نبتدي. هبتدي أسيح باكو زبدة 250 جرام، طبعا هتقولوا لي ايه الكارثة، من اولها دسم وطخ. من اولها دسم وطخ، هنعمل ايه؟ هو لازم كده 250 300 جرام كده، حاجة لذيذة ولا تحوق فينا. اول ما الزبدة تسيح بشيله من على النار قبل ما تتحرق، يعني ما بسيبش الزبدة تتحرق عشان يفضل اللون ده زي ما هو، وده اللي بيعمل لي الصوص بعد كده. كده هنحط، هبتدي على اني هرص الاناناس. انا هجهز الصينيه الاول قبل ما اعمل العجينه. هبتدي ارص الاناناس داير بقى ما يدور كده، بنرص زي ما احنا شايفين اهو. حاسين بالمتعة اللي أنا حاسة بيها عشان بنعمل حاجة حلوة، ولا أنتوا مالكوش في الحلو زي؟ جات لي فكرة دلوقتي وأنا بعمل ممكن نعملها، إيه رأيكم؟ لو بس طبعا أنا ما عنديش دلوقتي، هي جات لي الفكرة دلوقتي. ممكن بقى في الأخرام اللي فاضية دي نحط تشيريز، وحدات كريز الأحمر كده، هتدي كونتراست حلو قوي كده. الأناناس اترص، هبتدي اشيل ده كده عشان نبقى شايفين. ارش السكر السنترة فيش، مش البودرة. شايفين بقى كم الدسم، بس عشان خاطر ايه يعمل ده الصوص. ده الصوص لما نقلب هيتوغل ويبقى فظيع. رشينا خلاص، هبتدي بقى اعمل العجينة بتاعتي. نحط البيض، نحط الفانيليا، وابتدي اضرب. وانا بضرب هنزل بالسكر البودرة بالتدريج، معلش ايدي مش عارفة املك بيها. هبتدي هحط الدقيق بالتدريج، بس ممكن اقلط مع الدقيق شويه بيكنج باودر اهو، وبعدين الخبطه كده اهو، وانزل بيه بالتدريج برضو واشتغل. على فكرة دي كمان ممكن نعملها كيكة، يعني دي بس كده ومن غير أي حاجة تانية.
تبقى كيكه حلوه كده شويه سبونجي كده. خلاص كده خلصنا العجينه بتاعتنا. هنزل بالعجينه اهو. كده خلاص خلصت، هاخدها واحطها في الفرن. وبستأذنكم بس ان انا عشان الصينيه بتبقى تقيله وعشان ايدي انا مش هعرف اقلبها، يعني هدخلها الفرن وهنطلعها نشوف شكلها عامل ازاي، تتقلب وهي سخنه بس انا مش هعرف اقلبها، هجيبها لكم مقلوبه بعد كده عشان تقيله على ايدي. هنحطها دلوقتي اهو في الفرن. انا سعيده لاني شامه ريحه وشايفه منظر وعارفه اني هاكل بعد كده، فسعادتي ما تتوصفش. قلبنا تارت الاناناس، وزي ما احنا عارفين كنا سايبينه في الفرن بيستوي على درجه حراره من 180 ل 200، وبنسيبه حوالي ساعه الا ربع، وبيطلع نلاقيه حاجه ما حصلتش زي ما احنا شايفين كده، يتقلب وهو سخن باكد تاني، وتاكلوه بالف هنا وشفا. اشوفكم بكره ان شاء الله.